طيب زي ما انتم عارفين ومتعودين، مصلحه النادي الاهلي دايما بتكون فوق كل ابنائه، واحنا كاهلاويه بنفتخر بانتمائنا للنادي الاهلي. فعلا دايما او دايما بنقول انك اهلاوي وانت رافع راسك، لانك فعلا بتاريخك وبمبادئك او بتاريخ وبمبادئ ناديك هتلاقيك دايما بين الكبار. لما نذكر الانديه الكبار في العالم هتلاقي الاهلي يا اسامه موجود فيه دائما في مقدمه الكبار. شوف يا كابتن اسلام، ارقام الاهلي في البطوله اللي احنا فيها، تتخيل ان الاهلي صاحب ارقام قياسيه زي ما قلت لحضرتك من شويه على حساب كبار انديه العالم، لما نتكلم برشلونه، ريال مدريد، ليفربول، مانشستر سيتي، كل الانديه ده، وده يدل على قيمه هذا النادي العظيم. طيب بمناسبه الارقام القياسيه يا اسامه، كلنا عارفين ان الاهلي اكثر الانديه الافريقيه والعربيه والاسيويه مشاركه في كاس العالم للانديه، كمان اكثر الانديه المصريه، ولا صحيح ده ما فيش غيره الحقيقه اللي بيروح لهذه البطولات، البطولات بتاعه الكبار. احنا دايما بنحترم كل الانديه، ولكن احنا بنتكلم عن تاريخ، عن واقع، عن حقيقه. اللي راح كاس العالم يطلع يقول لنا انه راح كاس العالم، ده غير النادي الاهلي يعني. من ارقام الاهلي في البطوله دي انه اكتر نادي خاض مباريات في كاس العالم للانديه. ايوه معلومه واقعيه وصحيحه 100%. الاهلي خاض 18 مباراه في البطوله، ولا نادي وصل لهذا العدد او لهذا العدد عبر تاريخ البطوله. ايضا من ارقام النادي الاهلي المميزه في هذه البطوله ان الاهلي الفريق الثالث اكثر تحقيقا للفوز بعدد 6 مباريات بعد ريال مدريد وبرشلونه، يعني في مصاف الانديه العالميه وكبار الكره في العالم. كمان استكمالا للارقام، الاهلي اكثر نادي حقق الميداليه البرونزيه، كنا احنا كابتن اسلام في 2006 في 3 نسخ، وكمان يحتل المركز الثالث في تحقيق الميداليات بشكل عام بعد ريال مدريد اللي حقق الذهبيه 4 مرات، وكمان برشلونه اللي حقق 3 ذهبيات وفضيه. طبعا ملاحظين واحنا بنتذكر اسم النادي الاهلي قبل او مع انديه، مع انديه بتبقى دايما مع برشلونه مع ريال مدريد، يظل دائما النادي الاهلي هو الكبير، كبير يا اهلي، ويظل دائما النادي الاهلي يحلق في العالي والنسر دايما طاير يا اسامه. الكلام عن الاهلي وعظمه الاهلي محتاج حلقات يا كابتن اسلام.